أجرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستي لاغارد زيارة إلى جمعية الأمل لفنون الطبخ لفائدة النساء المحتاجات بمراكش، من أجل التعرف على ظروف اشتغال الجمعية والوقوف عن قرب عند منجزاتها وأهدافها الإنسانية. الهدف من زيارتي هو التعرف على هذه الجمعية التي تعمل على إدماج وتكوين النساء في ميدان الطبخ، واللواتي يحظين بتكوين يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي في المركز، بالإضافة إلى تدريب ميدانية تؤهلهن لولوج سوق الشغل. وتتمثل رؤية جمعية الأمل في تطوير المستوى والكفاءة المهنية للنساء المستفيدات وإدماجهن في مسلسل التنمية الشاملة وتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأسر المحتاجة. هذه الجمعية كتعطي فرص للتكوين لنساء محتاجات في مجال الطبخ المهني، وبعد ذلك كنساعدوهم باش يوصلوا استقلالية مادية من خلال يعني العمل في مراكش وفي مطاعم محلية. وتشارك مديرة صندوق النقد الدولي في مؤتمر مراكش الذي يحمل شعار الازدهار للجميع، تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي، حيث يسعى إلى بحث سبل تعزيز النمو وخلق فرص الشغل في هذه المنطقة.